طيب احنا شفنا بلانكس لو ده اللي هو بيتكلم على الاميسيف باور سبكترال بلاك بودي اميسيف باور عشان كده حاطين بي واللامدا عشان هي سبكترال والاي دي تصبح الاميسيف اميشن يعني اميسيف باور. فدي فانكشن في حاجتين, فانكشن في اللامدا فانكشن في التمبرتشر, والسي 1 والسي 2 دول كونستانت. فلما نيجي نرسم الكيرف ده عشان نجيب الاميسيف باور دي فانكشن في لامدا هتبقى حسب التمبرتشر, فممكن نحط عند كذا تمبرتشر. فعند تمبرتشر قليله بتبقى الويف لينث اكبر, ولما بتزود التمبرتشر الويف لينث بتبقى اقل. ولو تاخد بالك ان التمبرتشر بتاعت الشمس ممكن تبقى حوالي 5800 كلفن وهي دي الاعلى كيرف. الاعلى كيرف ده بيديني الاميسيف باور اللي جاي من الجسم عند التمبرتشر 5800. ولو تاخد بالك ان الفيزيبل لايت ريجن هي الجزء الصغير ده كويس, ولكن في بالنسبه للشمس في جزء كبير جاي في الانفراريد وفي جزء اقل من الفايوليت اللي هو اسمه الترا فايوليت. طيب لو تاخد بالك ان الشمس التمبرشر بتاعتها عاليه وده اللي احنا بنشوفها, يعني هي الشمس الماكسيمم بتاعها جوه الفيزيبل لايت. الماكسيمم بيتحرك شويه ناحيه اليمين كل ما التمبرشر تقل, فهو ده في قانون اسمه وينز ديسبليسمنت لو. ديسبليسمنت حركه يعني كان الماكسيمم بيتحرك شويه للشمال كل ما التمبرشر زادت. فوينز ديسبليسمنت لو اهو بيقول ان الماكسيمم عند لامدا في تي عند الماكسيمم بتساوي رقم ثابت. تمام, لو خدنا بالنا من الشمس هنلاقي ان الجزء الانفراريد ده موجود وده بيسخن, وجزء الالترا فايولت ده موجود بس ده اللي بيحصل له ابزوربشن بالاوزون لير. اي جسم اقل من درجه حراره معينه ما بين الراديشن اللي طالعه منه بتبقى كلها انفراريد ما بنشوفوش احنا, بس بنشوف الحته دي. فلو جسم درجه حراره الغرفه 300 فاحنا مش هنشوف الراديشن اللي طالعه منه. طب امال احنا ازاي بنشوفه؟ احنا بنشوف الريفلكشن بتاع الفيزيبل لايت اللي خبط فيه, يعني بنشوف ريفلكشن ما بنشوفش راديشن طالع منه. امتى نشوف راديشن طالع منه؟ لما هو يبدا يسخن. فلو انا جبت حديده مثلا وسخنتها في الفحم ممكن بتبدا تحمر عند تمبرتشر معين. فتحمر ليه؟ لانها بتوصل للريد فيزيبل اريا او ريجن لما التمبرتشر بتوصل مثلا 800 جزء منها بيحصل ايميشن في الريد. لما بتسخن اكتر بتعمل ايميشن في كل الفيزيبل رينج فممكن تبقى لونها ابيض. فالتمبرتشر لما تعلى الحديده اللي بتسخن دي لونها بدل ما كان احمر بيبدا يبقى ابيض. ودي بقى اللون ده جاي منها نفسها, ده الراديشن بتاعها. بينما هي اللون اللي احنا بنشوفه الطبيعي بتاعها الميتاليك ده بسبب الريفلكشن من الفيزيبل لايت اللي موجود في الغرفه. تمام, فاحنا بقى عشان نجيب لو رسمنا الرسمه دي عشان نجيب التوتال اميسيف باور عند كل الويف لينث نقدر نعمل انتجريشن انتجريشن من 0 للانفينيتي ونجيب الاريا اندر ذا كيرف. فلو عملنا انتجريشن للقانون ده عشان نجيب الاي بي انتجريشن من 0 للانفينيتي للاي بي لامدا دي لامدا. تمام, فدي هتدينا السيجما في التي باور 4. فالعمل الانتجريشن ده بولتسمان, ودي تقدر تعملها اي موجوده هنا الايكويشن دي تقدر تعملها اناليتيكال تتعمل يعني في تريكس كده معين تقدر تعملها اناليتيكال. لكن لما تقدرش تعمله اناليتيكال لما تكون عايز تعمله من زيرو لسيرتن لامدا ما تتحلش اناليتيكال, ففي الحاله دي بتعملها نيوميريكال يعني. وهتلاقي ان في الايكويشن دي معموله ففي عملنا حاجه اسمها بلاك بودي راديشن فانكشن اللي هي عباره عن الانتجريشن تو سيرتن لامدا مقسوم على التوتال راديشن للبلاك بودي. فدي دايما هتبقى ريشيو اقل من واحد, فلو لامدا بانفينيتي هتبقى بواحد. فمعموله هنا وادي هنا مثلا عند لامدا تايمز التمبرتشر قيم مختلفه تقدر تجيب قيمه الفانكشن دي. فكاننا بنجيب لو انا عندي الفانكشن عامل كده وانا عايز اجيب عند لامدا فاكني بجيب الاريا دي واقسمها على التوتال اريا, فدي اي بي لامدا وهنا دي لامدا. ولو عايز اجيب اريا ما بين نقطتين عايز اجيب الاريا دي فاجيب الفانكشن دي عند لامدا 2 واطرح منها الفانكشن عند لامدا 1 عشان اجيب الفرق اللي هو الاريا ما بين نقطتين. ودي ممكن نحتاجها يعني زي ما موجود هنا في الرسمه دي عايز تجيب الاريا ما بين النقطتين.
فلو احنا مثلا عايزين نشوف اللايت اميتد باي ذا سن قد ايه منه في الفيزبل رينج، بس احنا عارفين ان الفيزبل رينج ما بين 0.4 مايكرومتر و 0.76 مايكرومتر، وعارفين ان التمبرشر بتاع السن قلنا 5800 كلفن. فلما اضرب 5800 في لامدا وبص على الجدول ده، فاول لامدا 1 5800 0.4 في 5800 ادتني 2320. فممكن اجي هنا عند الجدول كده وبص على 2320 هلاقيها الفانكشن طلعت ما بين 0.1 و 0.14، يعني تقريبا 0.12 تمام. ولو احنا جبنا عند التمبرشر الثانيه هو طلع 0.124 هنا 509 عند التمبرشر الثانيه، قصدي عند اللمدة الثانية 0.76 في 5800 طلعت 4408. أروح الجدول أجيب الفانكشن طلعت F2 طلعت 0.55. فالأريا اللي ما بينهم هي الفرق ما بين دي ودي، يعني حوالي 0.42 أو 0.43. ف 42% من الشمس اللي جاي من ضوء الشمس جاي في الفيزيبل ريجن. طب إزاي ده؟ مع أن إحنا لو بصينا على الرسمة اللي إحنا كنا شفناها من الأول هنا هلاقي ان المسافه دي صغيره جدا مقارنه بالكيرف ده كله. بس خد بالك ان انت الواي اكسس هنا ده لوج سكيل، فالجزء الكبير قوي فوق هنا ما بين 10^6 و 10^8، فالجزء ده هنا بيعادل كل اللي تحته ده اكتر من مره. فاحنا بنتكلم على الحته اللي فوق دي، فالحته اللي فوق دي بس هتلاقي ان ده حوالي 40% من الرينج. وده طبعا من رحمه ربنا ان هو الشمس جايه مظبوطه عند الفيزيبل لايت اللي احنا بنقدر نشوفه، ومعظم الاراديشن جايه في الرينج ده يعني. تمام، نتكلم بقى على الراديشن انتنسيتي والانجل في الفيديو الجاي. شكرا.